في المشاهد عندك مين المعده ومين الشخص المناسب او المريض المناسب اللي حضرتك بتختاره تقول له لا يناسبك تكميم معده مثلا، او يفضل ان انا اعمل لك عمليه تكميم المعده. تكميم المعده حضرتك هي العمليه الاكثر شيوعا في العالم، وبيسموها تكميم معده نسبه ان المعده تبقى عامله زي الكم. ممكن اخواننا في الخليج بيسموها قص معده، هي نفس قص معده او تكميم معده، غير تدبيس المعده. تدبيس المعده دي عمليه قديمه اتلغت، ما عدناش بنعملها برضه. لو جبنا الفيديو بتاعها ببساطه بنعملها برضه بالمنظار، وهي تمثل الخطوه الاولى من تحويل المسار. يعني بنعمل ايه؟ بنخش البطن بالمنظار، بعد كده بنفصل جيب من المعده يمثل 15 ل 20% من ساعتها، وال 80% الباقيين بنعزلهم وبنشيلهم. العيان بيستفيد اول حاجتين، بيستفيد ان كميه الاكل اللي داخله عنده قلت الى 15 ل 20%، رقم اتنين هرمون الجوع اللي بيطلع من الجزء اللي احنا عزلناه بيبطل يطلع. هذه العمليه بتفيد مرضى السكر 100%، 100% بتفيد مرضى. بيعملها في عيانين بقى اللي هم عندهم اوزان عاليه فوق ال 150 او تحت ال 150، العيان ما يكونش مدمن سكريات. العكس بقى، العكس بالظبط، ما يكونش عنده ارتجاع في المريء. لو انت سالتني يا دكتور احمد، دكتور ياسر، لو لخصنا في جمله واحده العيان اللي عنده السكر امتى يعمل دي ويعمل دي، اهم حاجه ومدمن اكل سكريات ولا لا. لو غير مدمن اكل سكريات يبقى بنفضل له عمليه التكميم، لو مدمن سكريات بنعمل عمليه تحويل المسار. والله يا دكتور اهم حاجه بس ان يشفى من السكر دي، يعني دي حاجه مهمه جدا، ويسيب بيبقى فريسه الامراض ومشاكل بالظبط. والحاجه الثانيه يا دكتور احمد اللي بحب اقولها حتى لشباب الاطباء من اولادنا الصغيرين، لازم قبل ما تقرر العملية هتعمل دي ولا دي تسأل عيان بتاكل سكريات ولا لا. رقم اتنين نعمل له حاجة اسمها سيبيبتايد. سيبيبتايد اللي هي وظائف البنكرياس، لو وظائف البنكرياس كويسة أعلى من 3 نانو جرام ساعتها ممكن يعمل تكميم أو تحويل المسار، ما بتفرقش. لكن لو أقل من 3 بفضل جدا تحويل المسار، لأنها بتنشط البنكرياس.